الشهادة ديالو مستعدين أمام الضابطة القضائية وأمام المحكمة. هذه شهادة ديال الله تبارك وتعالى بأن السيد المذكور السيد بوشعيب المجدي كنا معه أيام في شهر 6 في الأواخر ديال شهر 6 ما بين الخميس والجمعة. المهم هذا السيد كنا جالسين في طوموبيلته أمام مقر ديال جامعة حربية طمنصورت. حتى جا واحد الراجل كبير في العمر، كبير هو والله، راجل مسن ومسكين تترعد ودير كمامة وقفازات، وطلب منا باش نسع شي لصاق مائي ولا شي حاجة. ملي ما لقيناش اللصاق قلنا ما عندناش، تيبان نزل بوشعيب تعاون معاه لصق لي دوك البريات ودوك الطوابع الباردية فوق الغطاء الأمامي ديال السيارة ديالو. إذا به في أحد الأيام تجي شكاية تقول لي راك شكيتي راك كذا راه سميت. المهم هادشي اللي عطا الله، حنا مستعدين نشهدوا به لله في سبيل الله والحمد لله. وانا كنطلب من الاداره ديال الدرك الملكي، كنامن بالنزاهه ديال الاداره ديال الدرك الملكي وكنامن بالنزاهه ديال القضاء. الحمد لله بلادنا غاديه في الاتجاه الصحيح، لا في القضاء ولا في جميع المؤسسات. الحمد لله هذه بادره طيبه ومزيانه، يعني هذا الشيء كيفرح في البلاد. يعني كنطلب باش يحقوا مع هاد الشهود ويشوفوا هاد الاشهادات اللي دايرين هاد الناس ويتصمتوا لهم. ماشي هذه المره الاولى ولا المره الثانيه كنتفاجئ بمجموعه ديال الشكايات اللي كيتفبركوا ليا. خير دليل هاد الشكايه الاخيره اللي حاليا راه البحث ديالها عند الدرك الملكي. السيد كيقول بان انا مشيت عنده وفق واحد المقهى وتخاصم معاه ومجموعه ديال الحوايج، وعندي الدليل انا القاطع بانني كنت مع الناس واحد المحل ديالي خدام اللي كانوا كيبنيو ليا في واحد المحل، كنت كنجيب لهم الغداء وكنبقى ديك الساعه تما حتى العصر عاد كنخرج، ولا كنت كنتحرك كندي معايا واحد ولا جوج خلال هذيك الفتره كامله اللي كيدعي هذا السيد كيدير هادشي. كيقول هذا السيد بانه انا مشيت باين كريم عنده. واش باين كريم عندك؟ انا عندي محالتي وعندي الطلب دافع، وانا كيقول باين كريم عندك فاش ندير محل ديال السنان؟ انا راه عندي الطلب دافع بالتاريخ ديالو، هذا الدليل يثبت الوثيقه، هي كتبت الدليل شنو هاد السيد اللي كثر من هاد الشيء انا كنلتمس من اداره ديال الدرك الملكي مراكش الله يجزيكم بخير الضابطه القضائيه باش يتصنتوا الشهود ديالي، هالاشهادات ديالهم هما مليغاليزين وكل شيء ومستعدين نشهد. اي فعلا درتوا لها الديان ديالي انا. اي راه في واحد النهار مشيت للمقر ديال الجماعه، وقدام مقر ديال الجماعه واحد الراجل مسن طلب مني باش نعاونو، عاونتو لصقت معاه دوك لي زونفولوب. ملي مشى هاد الشيء درت نتوما الخبره قلتو بان انا اللي لصقت. يعني انا كنجيب لك انسان واقف لي تيموان، الشهود هما مليغاليزين الاشهاد ديالهم ومستعدين يدليو بالاقوال ديالهم امام الضابطه القضائيه وامام المحكمه. انا الله يجزيكم بخير الا ما كنطلب من الضابطه القضائيه ديال مراكش باش انهم يتصنتوا الشهود. الله يرحم لكم الوالدين، راه كنطلب منكم باش تصنتوا الشهود ديالي بحالي بحال ايها الناس، لان انا كندافع على حقي. ما يمكنش لي انا نستسلم للظلم، راه ظلم هذا الشيء. ماشي انا جاي نقضي غرضي في الجماعه اللي عندي معاهم مشاكل، كنتفاجئ بكيتفبرك ليا جاي راجل المسن كيطلب فيا باش نعاونو، ملي عاونتو طحت في هذا المشكل. كنطلب الله يجزيكم بخير باش انكم تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العداله.